تعالي يا ديم. ايش؟ ديم ديم ال فهد سويح. ما اسمع صوتك. فهد سويح. ما اسمعك، تسمعون شيء؟ اسمع فهد سويح. انا مركب سماعه هنا ومركب مايك فما اسمع عندي صوت. فهد سويح. نعم والله يا ديم. وانت يا عسل؟ الين الحكمي. الين الحكمي. ونعم يا هلا والله. تعال استريح هنا بس ممكن. وش اسمك انت يا عسل؟ ماريا. ها؟ ماريا. ماريا ايش؟ ماريا الحبشي الحامل. ما اسمعك. ماريا. ايوه. حبشي. ماريا الحبشي. ونعم ما شاء الله. من وين انت يا ماريا؟ من الدمام جايه؟ حلو، كيف الدمام؟ حلو البحر؟ انت جايين عن طريق السفينه ولا جيتي عن طريق ايش؟ سفينه. ما شاء الله، جيتي من الدمام للرياض عن طريق السفينه. حلو، ما غرزت ولا شيء؟ من اللي كان يسوق؟ بابا. حلو ما شاء الله، كويس. كيف الاجواء في البيت؟ حبيتيها؟ ايش حبيتي في البيت اليوم معنا؟ ها؟ ايش حبيتي في البيت؟ حبيتي البحر اللي هنا عندنا؟ ما شاء الله، نفس البحر اللي عندكم في الدمام اللي هنا البحر هذا حقنا؟ ها؟ لونه اسود كذا؟ كويس ما شاء الله. شكله يعني هناك مع البحر اللي عندكم في الدمام ها؟ صار عندكم كل المملكة في بحر. ها؟ تكلمي. ايوه. صح ولا لا؟ وايش كمان؟ يلا قولي ايش كمان؟ تعالي تعالي ابي اسمعك وانت قريبة عندي. خلوكم هنا، خلي هنا ماريا عندي. ابغى الضيفات هنا موجودات عندي قريبين عشان اسولف معاهم واسمع صوتهم، خلاص؟ ايش رايكم؟ يلا. نغير اماكنهم بس الضيفات تعالوا معي هنا، سارة والين الحكمي. لأنه الضيفات اللي موجودات معانا نضيفهم بس هنا. ايوه يا سلام عليكم. تعالي يا هنا. وانت يا سارة؟ كيف حالك؟ اليوم معانا في الطبخ ها يا سارة؟ ايش مجهزة معانا اليوم؟ ايش مجهزة في المطبخ اليوم؟ ايش مجهزة؟ ها؟ ايش؟ وين المطبخ؟ المطبخ هنا ان شاء الله في السطح، بنروح شوي بعد شوي بنلقى فوق بس في السطح في مطبخ هناك. ها؟ وشو؟ ايش مجهزة اليوم طبخة؟ ايش هي طيب؟ ايش الطبخة؟ وانت يا ديمية؟ ديم. يلا يا ديم، ايش اليوم بتقولي لنا؟ سولفي لنا. يلا سولفي، يعني ايش بتقولي اليوم؟ جيتي معنا في الموسم الثاني او الثالث في برنامج بنوتات، ايش حابة تقولين؟ يلا عشان احنا عندنا موضوع، كلكم تعرفون الموضوع اللي عندنا ايش؟ ها؟ صح؟ يعني احنا يعني انت ما شاء الله اول ما جيتي كنت متحمسه في البرنامج وبالبدايه، يعني يوم طلعنا قبل شوي خلاص انتهى الموضوع، انفصل الفيش. ها؟ طيب احنا اليوم جهزنا لكم موضوع صح؟ وهالموضوع احنا بنقوله للجميع اللي تابعنا اليوم، ونقول لهم تابعونا اليوم على موضوعنا، ولو حابين يشاركونا اليوم موضوعنا عن ايش؟ النصيحه. موضوعنا عن ايش؟ النصيحه. عن ايش موضوعنا اليوم يا الين؟ النصيحه. عرفتها انت؟ مجهزه شيء عن النصيحه؟ ها؟ طيب بس نسمع الضيوف برجع لكم. ها؟ ايش يعني؟ ها؟ ايش يعني؟ يعني شفت الجريش؟ لما نحط الجريش والقرصان مع بعض ايش يصير؟ ها؟ يا ما تعرفي نصيحة ابدا ولا مر عليك يعني نصيحة؟ خلطنا الجريش مع هذا اللي تقوله يصير مرقوق. يعني اذا خلطنا الجريش والقرصان يصير مرقوق؟ ايه. انتم وين دارسين فيه؟ دارسين بامريكا. طيب اوكي. يعني ولا مرت عليك النصيحة مرة؟ ولا مرة اشطفت عند بيتكم؟ طلعتي مرة من الباب لقيتي فيه نصيحة ماشية؟ ها؟ طيب وانت يا سارة يلا قولي النصيحة. يلا يا سارة. يلا. قولي النصيحة يا سارة. أنا أول. إيه. صوت عالي. أنا عندي صديقتين إيه؟ وهم كذبوا علي، قالوا لي إن أخوات. واحدة في باص وواحدة في سيارة. ايه. وقالوا ويحلفون. حلو. وبعدين عرفت انهم كاذبين. كاذبين، واللي يكذب وين ربي يحطه فيه؟ بالنار. يا سلام، احنا يعني الان لما كذبوا عليك ايش طلع؟ وخلنا نسمع بس ها. وعلمتهم بعدين ما سمعوا كلامي. ما سمعوا كلامك، يعني انت نصحتيهم. ايش قلتي لهم لما نصحتيهم؟ قلت لهم حرام الكذب. يا سلام، فهذه نصيحة صح؟ شلون نصحتيهم؟ ممكن تشرحي لي كيف نصحتيهم؟ بناتها كذبوا عليها
يلا. عشر بنات اللي بيشوفون. ها. قلت لهم حرام الكذب واللي بيكذب يدخل النار. يا سلام عليك وانت يا ديم. يلا يا ديم. يلا. يلا يا ديم. أنا صديقتي ذاك اليوم كانت تضرب أختها. ما أسمع صوتك أنا. أنا ذاك اليوم صديقتي من بنت تضرب أختها أول ابتدائي. شلون؟ أختها أول ابتدائي. ميران ما أسمع شو تقول. يلا. تضربها أول ابتدائي. إيه. وكان يعني بنطلع على البيت وهي ضربتها طاحت في حديدة هناك وسكت راسها فيه. يعني البنت قالت أوريك في البيت وراح طقتها بالبيت. قلت لها حرام عليك ليش كذا؟ قالت يعني أنت ما تسوين كذا لأختك. قلت لها أسوي بس ما أفشلها قدام المدرسة. حلو. قالت مالك دخل. يعني أنت نصحتيها؟ إيوه قالت مالك. يعني كيف نصحتيها؟ قلت لها كذا قدام الناس ولا لا. مسكتيها على جنب وقلت لها؟ لا قلت لها بالفصل أنا كان فصل فاضي. حلو. قلت لها يعني حرام عليك صغيرة. يا سلام عليك. طيب حلوين. احنا عندنا بقولكم على حاجة بس قبل أبى أسمع كل كلامكم بعدين بعاقب على كلامكم خلاص. وانت يا ماريا وش تعرفين عن نصيحة؟ ها؟ يعني ما قد مرة أحد قد نصحك أو أنت نصحتي أحد؟ طيب لما أحد يغلط إيش تقولين له؟ واحد مثلا غلط أو يعني سوى واحدة سوت حاجة مش كويسة إيش تقولين لها؟ ما تدرين ها؟ حلو يعني صدقيني على طاري ما تدرين يعني هذه مرة أشياء كثير تصير يعني دائما معنا في البرامج كذا صح؟ شفتيها يمكن أنتي؟ ما شفتيها أبدا؟ ولا سمعتيها ولا شيء؟ ها؟ بس كيف العلك معاك كذا؟ كويس مرة جميل يلا يا جوانا صوت عالي لحظة بنات يا رفيف حبيبتي يلا ها يلا أنا بقول اليوم تروح هناك يلا أنا بقول اليوم عن البر والدين إننا ما نهاوش أمنا ولا نقولها أف ولا نطقها ولا لازم نسمع كلامها ولا ربي يطحن النار يا سلام و... وإذا سمعنا كلامها يطحننا إلى الجنة يا سلام هذه نصيحة جميلة من جوانا وقاعد تقول لكم انه نصيحة تقدمها للي يتابعونا اليوم معنا في برنامج بنوتات يلا يا رب تفضلي يلا يلا ها ابي عندك بدا يلا قولي كنتين هناك كنتين هناك اعطيني النصيحة اللي عندك طيب. يلا يا رند النصيحة ايه اي واجب علينا ايوه حلو وانا من زمان كنت شو اسمه كان صديقاتي في الفصل احنا ثنتين يعني ثنتين بنتين حلو مع بعض بعدين لما رحنا الفسحة دا صديقتي تزوجت مع ريوف ايه هذه ترى ريوف تسوي مشاكل في المدرسة يا سلام بس ارفعي صوتك انا قاعد اسمع يلا والله ايه بعدين ابغى نصيحة عن النصيحة ايش تعرفين عن النصيحة ايه بعدين يوم تهاوشوا مع بعض حلو. انا يا سلام عليك خلاص قلت لهم ايوه قلت لهم نصيحه يا سلام عليكم يلا يا ميران ذيك المرات ذيك المرات ايوه صديقتي نوره صوت ضربت اختها في جدار راسها وهي صغيره حلو وبعدين احنا كنا عندها وانا قلت لها حرام وهذه اختك الصغيرة يا سلام بس شكرا لك يلا يا تالي تورين يلا ما يقرأ آية الكرسي احب يدخل جنة اليوم تورين انت جاية القناة يعني بالغلط احد عكرفك طبيتي فحم ولا شيء ها لا اكيد طيب يلا
وشو؟ من يقرأ آية الكرسي اللي يعني صلينا وقرأنا آية الكرسي راح يدخل الجنة. ما شاء الله، هذه نصيحة الحين جميلة برضو. اليوم عطتنا جوانا نصيحة، وهذه نصيحة ثانية من تالين، يعطيها العافية. تقول لكم تولين، تقول لك يعني أشياء جميلة، وحنا راح ناخذ من هاشتاج برضو عن النصيحة بشكل إن شاء الله كبير. من يشارك اليوم معنا في هاشتاج برنامج البيت الكبير أو بيتنا الكبير رقم 10. يلا يا فرات. أول شيء أقول بسم الله الرحمن الرحيم. النصيحة وردت في القرآن الكريم، يا سلام، وهي صفة من صفات الأنبياء رضي الله عنهم. ما شاء الله. مثل سيدنا نوح عليه السلام، يا سلام، دعا قومه أو نصح قومه أنهم يدخلون معاه السفينة. حلو. اللي سمع كلامه نجا، واللي ما سمع حلو. كلامه غرق. حلو. بس يا أستاذ فهد في أسلوب ثاني للنصيحة. يا عيني. مثلا يا في عيني. شخص ما صلى، اروح ما اروح يعني اصرخ اقول والله انت راح تدخل النار والله بيعاقبك. لا، اجلس معه بهدوء واكلمه باسلوب ثاني، اقول له يا مثلا يا انت يا مثلا يا محمد لازم تروح تصلي عشان ابي اشوفك مثلا بالجنه. ابيك يعني ابيك يعني أول ما يحاسب عليه الإنسان صلاته، كذا النصيحة صلاته ويستف. ما شاء الله، يعني ما شاء الله، يعني أنت مرة على كل، يعني أنت ما شاء الله قبل ما تدخلين. طيب بسألك سؤال بس، معلش يعني أنا بسألك سؤال لازم تجاوب، يعني أنت ما شاء الله، أنا ما أدري، المخرج هنا والأستاذ فيصل والأستاذ منيب كلهم قاعدين يقولون الكلام هذا، يقول ما شاء الله فرات شارب الخريطة، يعني كل يوم مرة ما شاء الله اليوم تكلمتي إيش اسمه يعني بالشرق بالغرب بالجنوب إيه؟ بالشمال كل يوم ما شاء الله. ها بعدين تفضلي. طيب ايوه. والرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام، يعني يا بنات احنا لما احد يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وش نقول؟ يا سلام عليكم. حلو. وصف الدين وقال الدين الدين ايش اسمه الدين النصيحة. يا سلام. قالوا الصحابة رضي الله ايش اي صحابه والله تلخبط لحظة. طيب احنا قاعدين نمدح. لحظة خلك مو ملاك. والله نسيت. طيب معلش. لا والله خلك. انت صح، انت صح، انت من الصحابة رضي الله عنهم ورد عنهم ايش؟ قالوا ايوه لحظة قالوا ولي او قالوا ولمن؟ قال رسول الله لله ورسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين على لا لحظة لحظة ولي خلي أكمل أنا الحين ولأئمة المسلمين. يا سلام. ولعامتهم. يا عيني. يا سلام عليك، شكرا لك يا فرات، يعطيك العافية على الكلام المرتب مرة جميل. يعني فهمتي إيش فهمتي من فرات؟ ها؟ للحين ما تدري شيء. طيب تفضلي يا كله ما يدرون شيء. انا الحلة ما تدري. اسمع وش تقول خوله. يلا لاحظت البنات انهم كل كلمه بدنا البرنامج تخاصموا وتزاعلوا. تخاصموا ما شاء الله عليه. بس نفسك اليوم زعلتيني وغربتيني شعري. ادري يا اذا بس اذا خلص البرنامج تسامحوا. فانا ابغى اقول لهم نصيحه. يلا قولي النصيحه. فانتم يا البنات احنا الحين كنا في المجلس، يعني في مجلس يعني في مجلس في مجلس طيب وفي مجلس مو طيب. يا سلام. المجلس الطيب مثلا زي ايش؟ يعني الطيب اللي مثلا يصير كله طيب، واللي مو طيب مثلا ما في طيب. كمل. المجلس الطيب معناها ان احنا ما نزعل احد. لحظه. وصادق احد. لحظه شوف اسمعي والله كلام خطير. وما نتخاصم. والمجلس اللي مو حلو زي نتخاصم نتزاعل ما نحب بعض. حلو. فانا احب اقول لهم شيء. ايش تقولون لهم؟ بنات انتم انتم تحبون الله ولا لا؟ ايوه كلكم تحبونه صح؟ اكيد. يعني كل بنت لازم تصدق احد، مو تخرب شعر احد. حلو. تضرب احد. ايه صح. بس طيب واذا كانت اللي تسولف مثلا اللي واذا كانت اللي تنصح هي اللي تخرب وهي اللي تطق ودائما تحس شعورهم وتطقتهم. بقول لك شيء. وش تسوي لها يعني؟ استاذ فهد بقول لك شيء. اضربها زي فرات. استاذ فهد تدري مين اكثر واحد يساوي شوية جعل معانا؟ خوله. طيب هي بتقدم لكم نصيحة. صدق راد. هي ممكن طيب اسمع بقول لكم شيء، هي ممكن تابت خوله صح؟ صح ولا لا؟ طيب
خلونا نتكلم عن نصيحة. احنا نعرف انه الايمان او كمال الايمان ايش؟ ان كلنا احنا يا مسلمين ان نحب ايش؟